السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. ما زلنا مشاهدينا الكرام حول موضوع الفائدة في تركيا وموضوع انخفاض قيمة الليرة التركية. ربما قرار تركيا بخفض سعر الفائدة إلى 100 نقطة للوصول إلى 15% كان لافتا وأثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة كان هناك الكثير من التعليقات حول هذا الأمر، خاصة من علماء أو من بعض علماء الأمة، ما اعتبروه أن أردوغان يعلن حربا على الربا في تركيا. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر سكايب فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير، العالم الأزهري وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام. فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم وتحية لك. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ محمد، في البداية في أي إطار رأيت إعلان تركيا بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفض سعر الفائدة أو الربا بمعناها الشرعي الصحيح 100 نقطة لتصل إلى 15%؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تركيا تقترب من هويتها الإسلامية في كل يوم مرحلة، لا سيما والرئيس رجب طيب أردوغان يضع هذا في خطته ونصب عينيه، والذي يتابع الشأن التركي أو يهتم به يرى هذه الخطوات الوئيدة الثابتة المتقدمة، سواء بعودة آيا صوفيا أو عودة المأذون الشرعي لإجراء العقود أو العودة التدريجية إلى الحياة والهوية الإسلامية التي يلمسها أي زائر أو مقيم إلى تركيا. أما قرار الفائدة والربا هو من الناحية الاقتصادية، الرئيس التركي وفريقه الاقتصادي يرون أن هذا انعتاق من السياسة المالية الدولية وهيمنة الرأسمالية العالمية، وليست تركيا بدعا في ذلك، فقد سبقتها بعض الدول في نفس الاتجاه مثل اليابان على سبيل التحديد. أما من الناحية الشرعية فهو إعلان للحرب على الربا، الربا الكبيرة الوحيدة التي توعد الله عليها بحرب الله ورسوله. إذا نظرنا للأمر من الناحية الشرعية هو إعلان للحرب على نظام صهيوني بغيض تسيطر عليه الرأسمالية العالمية، ومن الناحية الاقتصادية يؤمل ويؤسس من خلاله إلى عودة تركيا كقوة اقتصادية تمهد لمرحلة تركيا الكبرى، تركيا الجديدة. في المقابل دكتور محمد، هل ترى بأن الغرب يشن حربا على تركيا فيما يتعلق بموضوع الربا وتكريس موضوع قيمة الفوائد البنكية؟ النظام العالمي يعرف خطورة الربا ويعرف فوائد الربا وفوائد الربا التي تأتي بالمحض وقلة البركة، وكثير من دول أوروبا، وأنا عشت في الغرب 8 سنوات، الإنسان الذي يتعامل مع البنوك يدفع ولا يأخذ، ولكن لا يريدون لنظام من أنظمة الشريعة الإسلامية ولقوانين من قوانين الملة المحمدية أن ينتشر. وحتى أقرب الصورة للسادة المشاهدين، أوروبا ويتبعها أذنابها في الدول العربية يحاربون المخدرات ويجرمونها، وبعض الدول كمصر تجعل الاتجار في المخدرات عقوبته الإعدام، وفي المقابل يسمحون بالخمور والمسكرات. لماذا؟ حتى لا يكونوا تحت راية الإسلام الذي سبق إلى تحريم الخمر. فلو حرم الخمر وجرم، هذا سيقود من أقصى الطريق إلى معرفة أن الإسلام هو الأسبق وهو الأصدق في ذلك. نفس الأمر في قضية الربا، وقد مر بنا الأزمة الاقتصادية العالمية التي كانت قبل سنوات،
قال خبراء من خبراء الاقتصاد انه التعافي الاقتصادي العالمي يقوم على امرين. الامر الاول ان يكون مستوى الفائده صفر، اي ممنوع الربا. الامر الثاني ان يفرض نوع من التكافل الاجتماعي يصل الى 2%، وهو قريب من نسبه الزكاه التي حددها الاسلام. القوم ارادوا ان يقولوا من خلال هذه الدراسة الإسلام هو الحل، ولكن يصعب عليهم الإذعان أو الموافقة على ذلك. طيب دكتور محمد، اليوم في ظل هذه الحرب على تركيا من النظام العالمي من ناحية، وفي ظل حرب الرئيس التركي والقيادة التركية على الربا من ناحية أخرى، ما واجب المسلمين حول العالم فيما يتعلق بهذا الأمر لدعم تركيا؟ واجب رجال الأعمال المسلمين الذين يمتلكون أموالا ضخمة في هذا الإطار بالتحديد. أنا كتبت اليوم على تويتر أنه دعم الاقتصاد التركي لا سيما في هذه المرحلة واجب على كل من يملك سبيلا إلى ذلك، ويتحتم هذا الواجب على رجال الأعمال وعلى المستثمرين. وهذا الوجوب استندت فيه إلى أمرين: أن تركيا كبلد مسلم كبير ينعتق من الهيمنة العالمية ويحارب الربا الذي محاربته من صميم مقاصد الشريعة وأصول الملة. الأمر الثاني، بعيدا عن البعد الشرعي الذي قررناه وهو الأساس، من باب رد الجميل، إن الكرامة إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن. رد الجميل إلى تركيا التي وقفت إلى جوار الأمة في كل قضاياها الكبرى، ينبغي أن يرد الجميل، لأنه تركيا وقفت مع قطر وحالت دون أن يعتدي عليها الجيران. تركيا وقفت مع ليبيا وأوقفت المذابح الجماعية والمقابر الجماعية. تركيا وقفت مع مصر وردت إليها ما أخذته اليونان وقبرص الرومية من الجرف المائي والحدود المائية. تركيا وقفت مع الصومال. لو أخذت أن نعدد في قضايا الأمة الكبرى، سنجد أن تركيا الحالية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقف مع كل مظلوم. يكفي أن تركيا تؤوي على أرضها أكثر من 5 مليون عربي من المظلومين، السوريون فيهم فقط قرابة 4 ملايين، توفر لهم الملاذ الآمن وتمنع دول الاستبداد من حبسهم أو من قتلهم. فواجب على جميع المسلمين أن يقوموا برد الجميل إلى تركيا حتى تكون هذه الرئة. تركيا الآن هي رئة يتنفس منها المظلومون في العالم الإسلامي. ينبغي أن نحافظ على هذه الرئة وأن ندعم هذا التوجه حتى نرى تركيا أكبر مما عليه الآن. ما هي رسالتك في هذه المناسبة بالتحديد دكتور محمد الصغير؟ ما هي رسالتك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وفي ظل حربه على قيمة الفوائد البنكية أو ما تسمى شرعا الربا؟ أنا مستبشر للرئيس طيب أردوغان، وأكرر له كلاما من أستاذنا جميعا فضيلة الإمام العلامة الشيخ يوسف القرضاوي. لما سمع بالانقلاب الفاشل الذي كان في تركيا قال سيفشل هذا الانقلاب ولن يخزي الله أردوغان، فقد آوى الشريد وناصر الضعيف واستقبل المهاجرين وكان سمدا وعونا، فلم يخذله الله كما أنه لم يخذل عباد الله. أبشر بالفوز والنصر أيها الطيب، إن الله عز وجل سينصر من نصر دينه. دكتور محمد، ورسالة أخيرة للحكومات التي تحكم دولا مسلمة ولكن التعامل بالربا متجذر في اقتصادها وتعاملاتها المالية، وأختم معك.
أقول لهؤلاء، أكرر لهم ما قاله سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، حيث أيد وساند إجراءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعا سماحة المفتي حكومات الدول الإسلامية أن يأخذوا حذوة وأن يتبرؤوا من الربا الذي لعن الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. إن تخاذلت الحكومات عن دعم تركيا واصطفت مع أوروبا فلا ينبغي للشعوب أن تنسى هذا البلد أو أن تنسى هذا الرجل، وعلى رجال الأعمال أن يدعموا الاقتصاد التركي بكل وسيلة من خلال إقامة المشروعات وشراء العقارات، وأن تكون لهم مشاريع داخل الأرض التركية. أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير، العالم الأزهري وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم.